أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونواصل معكم في الموضوع الثاني. قاد الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم وفدا مهما إلى جمهورية التشيك، وتأتي هذه الزيارة تبعا لسلسلة اللقاءات والتبادلات بين الجانبين، كان آخرها زيارة عمل لوفد من جمهورية التشيك في ماي 2022 إلى الجزائر برئاسة لانا بوكانا وسفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر، إذ أبدى الوفد التشيكي اهتماما كبيرا بالشراكات التشيكية باستغلال جميع فرص العمل والاستثمار مع الشركات الجزائرية في قطاع المناجم بالجزائر. وأفضى هذا اللقاء مشاهدينا الكرام حسب بيان لوزارة الطاقة إلى الإمضاء على محضر يتضمن أهم النقاط المتفق عليها، وهذا بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وسفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر، وأهمها تكثيف تبادل الزيارات وبين المصالح التشيكية والجزائرية وبين المصالح والمخابر المنجمية بين البلدين، والتعاون في مجالات الدراسة البيئية وفي مجال تقنيات البحث المنجمي، وكذا التعاون في مجال تثمين مناجم الأحجار الكريمة. وللحديث ومزيد من التفاصيل في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام نتشرف باستضافة السيد أوفا سفيان، وهو مدير التعاون الدولي بوزارة الطاقة والمناجم. مرحبا بك أستاذ. أهلا بكم، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. العفو، مرحبا بك في قناة الشروق الإخبارية. أنت ضمن الوفد المشارك في هذا اللقاء بين جمهورية التشيك والجزائر، ما هي أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها؟ نعم، كما تفضلتم، يقوم السيد الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم على رأس وفد هام من مسؤولي القطاع بزيارة إلى جمهورية التشيك من 21 إلى 24 أكتوبر 2024. هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة مخرجات الزيارة الأخيرة للسيد وزير جمهورية التشيك للاقتصاد والتجارة، وكذا الزيارة الأخيرة في سنة 2024 لكاتب الدولة للاقتصاد والتجارة التشيكي. هذه المرة زيارة كانت يعني خاصة بقطاع المناجم، حيث سبق لنا مع الجانب التشيكي وأن اشتغلنا على جانب المحروقات والغاز، كما تعلمون كان في عقد موقع بين شركة سوناتراك مع جمهورية التشيك لتزويدهم بالغاز الطبيعي. بعد ذلك ارتأينا إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين، ومن أهم هذه القطاعات هو قطاع المناجم. قطاع المناجم في الجزائر يعني يشهد في السنوات الأخيرة يعني حركية كبيرة في مشاريع كثيرة تم إطلاقها، في مشاريع قيد الدراسة من أجل إطلاق، ونحن الآن يعني ننوع مصادر الشراكة في محادثة مع دول كثيرة، ومنها جمهورية التشيك التي يعني لها خبرة في المجال، في مجال المنجمي، لها دراية متمكنة في التكنولوجيا. وكانت اليوم يعني الزيارة فرصة للتطرق لهذا الموضوع مع الجانب التشيكي، زيارة بعض المخابر التي يشهد لها بالكفاءة، زيارة بعض المناجم والمواقع المنجمية والمحاجر، ورأينا كيف يتم يعني تطوير هذا القطاع بأيادي تشيكية بمعرفة وتكنولوجيا تشيكية، وارتأينا أننا نطور التعاون مع هذا البلد خاصة في مجال التكوين، في مجال نقل المعرفة خاصة. بلغناهم كذلك وأعطيناهم يعني نبذة عن المشاريع التي تم إطلاقها في الجزائر، وتم دعوة كل الشركات التشيكية لولوج إلى السوق الجزائرية لإنشاء شراكات، لتطوير كذلك صناعة المعدات التي نستعملها في قطاع المناجم محليا في الجزائر. وشاهدنا أنه في تجاوب، في رغبة كبيرة من الجانب التشيكي لولوج السوق. السوق الجزائرية ستكون هناك فرص لتكوين الكفاءة الجزائرية. نعم، هل ستكون هناك فرص لتكوين الكفاءة الجزائرية في هذه المجالات والتخصصات؟ أكيد، لأنه في الجزائر يعني نعمل على تطوير قطاع المناجم، لكن في نفس الوقت يعني نحضر، يعني الحمد لله يعني
عندنا كفاءات كبيره تشتغل حاليا في الجزائر، كفاءات جزائريه مكونه في الخارج، لها التكنولوجيا، لها التحكم، لكن ارتأينا كذلك الى تطوير الكفاءات، تطوير القدرات البشريه، ومجال التعاون يعني يعتبر مجال مهم جدا في قطاع المناجم وفي شراكاتنا وفي تعاوننا مع كثير من الدول منها جمهوريه تشاد. نعم، طيب، وايضا كان هناك تسليط الضوء على المجال الاستغلال والتحويل المنجمي بالاضافه الى الدراسات والابحاث حول المعادن والمواد الأرضية الأخرى، إلى أين وصل الاتفاق في هذا في هذه النقطة؟ أكيد احنا اليوم لما تكلمنا مع الجانب التشيك عرضنا عليهم المشاريع القائمة، المشاريع التي تم إطلاقها، كذلك يعني شرحنا وقدمنا نبذة عن المشاريع الدراسات التي سيتم إطلاقها في الجزائر، لأنه كما تعلمون الجزائر خزان كبير من المواد المعدنية خاصة من التربة النادرة التي تستعمل في التكنولوجيا الجديدة، التي تستعمل في مجال البطاريات، في مجال صناعة الطاقة الشمسية، في مجال صناعة طاقة الرياح. يعني عرضنا على الجانب التشيكي هذه الفرص ودعوناهم للشراكة في الجزائر، لما لهم من دراية، لما لهم من تقدم تكنولوجي، وهذا الشيء يساعدنا في تطوير هذا المجال. حقيقة أن الجزائر تعمل على استغلال هذه المواد، لكن على تسمينها محليا، يعني على تحويلها محليا، وهذا ما رأيناه من اهتمام من الجانب التشيكي الذي ينوي الاستثمار في المجال في الجزائر، في مجال المناجم، على كل سلسلة المناجم من البحث إلى الاستكشاف إلى الاستغلال إلى التحويل في الجزائر، لأننا نعمل بعد ذلك على تصدير أو على تحضير مادة أولية تستخدم في تطوير الصناعة المحلية في الجزائر. نعم، وماذا عن التعاون في مجال البحث وتثمين مناجم الأحجار الكريمة؟ أكيد أن الجزائر يعني لها خزان كبير من المواد، حقيقة لم يتم استغلالها لغاية اليوم، لكننا نعرف أن الجزائر في جنوبها وشمالها وعدة مناطق لها خزان كبير وإمكانيات كبيرة من الأحجار الثمينة والأتربة النادرة، وهو ما اتفقنا عليه مع الجانب التشيكي للتعاون والشراكة في هذا المجال. وحقيقة أنه مش دول كثيرة في العالم التي لها هذا الاحتياطي من الأحجار الكريمة والأتربة النادرة، وهو ما التمسناه اليوم من الجانب التشيكي، يعني رغبة كبيرة منهم لولوج السوق الجزائرية والشراكة مع الشركات الجزائرية خاصة مجمع سونارام المنجمي. نعم، هل سيتم إمضاء اتفاقيات أو مذكرات تعاون في المستقبل؟ أكيد، يعني في آخر زيارة لوزير التشيكي تم التوقيع على إعلان نوايا الذي يعتبر كورقة طريق للمشاريع القادمة التي سيتم إنجازها، لكننا نعمل على تحضير اتفاق تعاون أو مذكرة تعاون في مجال المناجم ولما لا في مجال المحروقات كذلك، سيتم إن شاء الله تحضيرها تحسبا للزيارة المقبلة للسيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم إلى جمهورية التشيك. نعم، سيدة أوفا صفيان مدير التعاون الدولي بوزارة الطاقة والمناجم، شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لكم. شكرا لك. طيب.